اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. طبعا يا جماعه احنا بنطلع فيديوهات كتيره اليومين دول اسعار البصل بالتحديد والثوم، لان سعره بيتغير من لحظه للتانيه او مستقر، فحابين نفيد المزارع ونفيد المشاهد ونعرفه الاسعار علشان يبقى متابع لحظه بلحظه. وشكرا على دعمكم للفيديوهات السابقه. يا ريت كل واحد يعمل لايك للفيديو ده علشان الفيديو ينتشر وغيرك يستفاد وغيرك يعرف الاسعار، فاهم؟ متابع جديد يشترك في القناه. طيب اسعار البصل النهارده، طبعا في حركة من امبارح في سعر البصل، كان استقر طبعا عند 10 جنيه، 10 جنيه ونص، وكان نزل 7 جنيه و8 جنيه. طيب من امبارح البصل والثوم، الثوم طبعا انخفض، ولكن البصل ابتدى ان يكون في حركة، بس حركة بسيطة طبعا مش كتيرة، يعني في الجودة التعبانة. اسعار البصل في سوق العبور للجملة في البصل الاحمر، الجودة أقل جودة يا جماعة، والجودة المتوسطة في من 8 جنيه لحد 9 جنيه، يعني 7 و8 و9 في الجودة التعبانة والمتوسطة. طيب الجودة العالية اللي هو البصل الكردي النظيف، في يبدأ من 10 جنيه لحد 11 جنيه و11 جنيه وربع، وبعض التجار بتقول 11 جنيه ونص. البصل الأبيض يا جماعة، التوم الأبيض في من 10 جنيه لحد 17 جنيه و18 جنيه في التوم الأبيض. البصل الأبيض نفس السعر يا جماعة بتاع البصل الأحمر، في من 9 جنيه لحد 11 جنيه و11 جنيه ونص. في بصل يا جماعة إن كان من النوعين اللي هو الكشر الفارة يا جماعة، في لحد 12 جنيه اللي هو الكشر الفارة يا جماعة مش البياع. طيب التوم الأحمر نفس السعر برضو التوم الأبيض، يعني الثوم الأحمر والثوم الأبيض أسعارهم زي بعضهم، في من 10 جنيه يا جماعة في الثوم لحد 18 جنيه، ممكن تلاقي في الثوم الأحمر لحد 20 جنيه في الثوم الأحمر. طيب زي ما بنوعدكم على طول، هنطلع فيديو بعد قليل إن شاء الله بباقي أسعار الخضار في سوق العبور للجملة. هنشوف طبعا الطماطم والخيار والكوسة والفاصوليا، إن شاء الله نشوف جميع أسعار الخضار في سوق العبور. فما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة علشان يصلك كل جديد.